أنا موجود في المعهد من سنة 85، يعني بقى لي كم سنة؟ 22 سنة. هو قبل أنا ما أدخل المعهد وأبقى طالب في المعهد وهو موجود بحوالي 13 سنة. كنا بنيجي وإحنا طلبة في الجامعة نتفرج على عروض المهرجان ونبص للنجوم اللي هم طلبة بتوع المعهد وهم بيمثلوا، إزاي هم عظماء وإزاي هم طاقات كبيرة جدا، ويمكن هم السبب في إن إحنا دخلنا المعهد وأصرنا إن إحنا نخش المعهد. ما يبقى فيه تقليد محترم إنك بتكرم خريجين بعد 10 سنين من تخرجهم وممارستهم للمهنة، ما يبقى فيه تقليد لتكريم الخريجين، ما يبقى فيه مسابقة بين طلاب المعهد طلاب الأكاديمية إنهم يقدموا نشاطاتهم ويخرجوا العروض بتاعتهم. مش شرط طالب التمثيل هو اللي يخرج أو يمثل، لا، ده ممكن طالب من دراما وطالب من ذكور. الحالة دي ولدت نجوم كبير قوي، يعني ما تعرف إن الفنان أحمد حلمي كان في قسم ديكور اللي هو الممثل العظيم الفنان الكبير النجم الكوميديان. يعني طاقات كتير قوي بتتفجر وكل واحد بيكتشف نفسه في المعهد وفي هذا المهرجان. احنا حريصين على اننا نستمر في هذا المهرجان ان شاء الله الى ما لا نهاية، وربنا يكرم ان شاء الله ويبقى نواه لتخريج فنانين ونجوم جداد لمصر وللعالم العربي. المهرجان زكي طبعات كلمة دكتور ايمن الشيخ الحبيب يوجهها لأهل مصر. المستقبل ان شاء الله افضل واجمل بكتير، هنتعب شوية لكن ان شاء الله انا عندي رؤية وشايف ان ان شاء الله مصر هتبقى حاجة كويسة ومصر هتتقدم وهتبقى افضل من اللي فات بكتير قوي. ربنا يحمي مصر ويحمي جيشها ويحمي شعبها، وان شاء الله ان شاء الله هنحقق كل احلامنا والقدام باذن الله.